بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأفضل حال. جالكم فيديو جديد. طبعا في ناس كتير نفسها تصلي قيام الليل بس بتكسل، وفي اللي بيصلي مرة وبيقطع مرة. لازم يا أحبابي نكون متفقين بداية كده، أي عبادة وخصوصا لما تكون نافلة زي قيام الليل، زي صلاة الضحى، زي مثلا عايزة التزم بألف استغفار وألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لازم نبدأها بالتدريج. يعني ما ينفعش إن أنا هبدأ أهو قيام ليل وأجي من أول ليلة أصلي 50 60 ركعة بتلات أربع أجزاء، ونيجي تاني يوم خلاص تعبت وهنجت ومش قادرة أكمل. لأ، عشان نبدأ أول شيء طبعا الاستعانة، الاستعانة بالله عز وجل، وندعى الله عز وجل بالثبات. ثالث حاجة ونقطة مهمة جدا، ان انت تبدأ بالتدريج. يعني مثلا هبدأ من سورة البقرة وعايزة اختم القرآن كله في قيام الليل، لان انا كل يوم اخد ايه بالترتيب وهكذا. فنبدأهم بركعتين خفاف كده بوجه واحد بربع. تاني يوم ممكن نقعد اسبوع كامل كل يوم اقرأ وجه في ركعتين. الاسبوع التاني بدل ما هما ركعتين نخليهم 4 ركعات قيام ليل، وبدل ما كنا بنقرأ وجه في الركعتين او في الركعة الواحدة نضاعف الجزء اللي انا كنت بقرأه، سواء ربع سواء اكتر سواء اقل. ونسبة تاني في الاسبوع التاني، يعني اول اسبوع احنا كنا بنقرأ وجه واحد ركعتين بس، تاني اسبوع هنصلي 4 ركعات بوجهين او بربع. هتفضل الاسبوع كامل كده، تيجي في الاسبوع التالت 3 أوجه 6 ركعات. لو انت قادر تزود، مش قادر خلاص اثبت على كده. اهم شيء نسأل الله عز وجل الثبات وما نكسلش. كل ما نلاقي نفسنا هنبدأ نكسل، نبدأ نفتكر السيدة زينب بنت جحش كانت بتعمل ايه يا حبيبي. من كتر ما كانت بتقف كتير او في قيام الليل كانت خلاص هتقع من طولها ورجليها بتورم وإلى ذلك، فكانت بتجيب حبل وبتربط دراعاتها الاتنين او بتتسند عليهم، عشان كل ما هي مثلا هيحصل ان هي هيغشى عليها او هتنام او خلاص ما عادش قادرة، فيقوم الحبل يحملها وتكمل بقية الليل. طبعا احنا مش بنقول ان احنا نيجي على نفسنا على الاخر، بس احنا بنقول يعني شوفوا الهمة بتاعتها ما شاء الله، اللهم بارك. يعني أين النساء منها وأين الرجال نفسهم منها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول عنها إيه؟ أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يد. وطول اليد مش سرقة يعني، لا طبعا، أطول كنا يد يعني كانت كسرت النفاق والصدقة، يعني كانت بتنفق النفقة وبتنفق كثيرا وبتتصدق كثيرا. فانتوا يا احبابي يعني كل، خصوصا بقى النساء، كل بقى ايه ده انا واقفة طول النهار في المطبخ مش هقدر، مش لازم النهاردة، لا ما تكسليش، اوعك تكسلي. فانتي افتكري السيدة زينب بنت جحش، شوف هم كانوا بيعملوا ايه. يعني مش مطلوب منهم يعني ان هم يتجهدوا للدرجة دي، مش مطلوب منهم ان هم يتعبوا نفسهم بهذه الدرجة. ما احنا فين بقى، احنا نعمل ايه، المفروض احنا نعمل ايه. فانتي افتكريها عشان تتشجعي. حاجة مهمة جدا، لو انتي بتنامي ومش بتقدري تصحي تاني، وخصوصا النساء اللي بتقف كتير في المطبخ، او لو كانت بتشتغل مثلا بتصحى بدري وبتفضل الوقت متأخر، فانتي لو نمتي مش هتقدري تصحي تاني تعملي ايه؟ تعالي قبل ما تنامي اتوضي وصلي ركعتين خفاف جدا. مش شرط يا احبابي عشان تصلي قيام الليل ان انت تكون مهموم او تعبان او ليك دعوه معينه عايز ربنا يستجيبها، لا مش شرط يا احبابي. طب احنا نتقرب لله عز وجل بدون يعني ما يكون فينا حاجه، يعني احنا مش عايزين نكون من الناس اللي بتفتكر الله في الضراء فقط، لا احنا عايزين نكون بالقرب من الله عز وجل في السراء والضراء. يجوز تعدد النوايا طبعا، يعني تعدد النوايا ما ينفعش مثلا نقول هصلي العشاء بنية العشاء وقيام الليل، لا ما ينفعش، ده هي فريضة العشاء بنية العشاء فقط. لكن مثلا قيام الليل هنقول هنصلي قيام الليل بنية التقرب لله، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى يخفف الله عز وجل الوقوف في يوم القيامة. نكون يعني احنا عارفين طبعا احنا هنقعد فتره طويله جدا، فان شاء الله وقوفها هيكون سهل يعني مش زي غيري. افتكر كل الحاجات دي حتى يرفع الله بها درجاتي في الجنه باذن الله. وبكل نيه حسنه يا احبابي، بكل نيه خير، والله يضاعف لمن يشاء. زي ايه كمان؟ زي الصدقه. واحد بيتصدق، في ناس بتتصدق كده وخلاص يعني، لا احنا عايزين نعدد النوايا بكل نيه خير. بنية مثلا ايه؟ ما نقص مال من صدقة، كل ما هتنفق ربنا هيبارك لك في المال بتاعك او في الرزق بتاعك.
بنيت كمان ايه ده ومرضاكم بالصداقات، لو انت عندك حد تعبان، لو انت بتتعب، لو عندك اولادك وهكذا، فان شاء الله ربنا هيشفيهم بسبب الصدقه، فتقدر تعدد النوايا كتير جدا. بنيت البركه في العمر، البركه في الرزق، ان ربنا يحفظ لك اولادك، ان ربنا يبارك في مالك. عدد النوايا، عدد زي ما تحب، النوافل بتقدر تعدد فيها زي ما تحب، المهم ما تكونش فروض. يعني مش انا هصوم رمضان بنيت شهر رمضان وبنيت وبنيت اثنين وخميس او الكلام ده، لا ما ينفعش يا احبابي. لكن تعدد النوايا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بيكون في النوافل فقط. فلكل امراه سواء بتتعبي مع اولادك، عارفه والله ان شاء الله ربنا هيجازينا على عملنا عشان نسعد ازواجنا واولادنا وعشان نعينهم على طاعه الله. وما تنسيش برضو تعدد النوايا في شغلك في البيت، ان انت بتعملي كده عشان اولادك يبقوا قادرين ان هم يقربوا من ربنا، يذاكروا كويس ويقربوا من ربنا، عشان يبقوا حاجه كويسه ينفعوا بيها الاسلام والمسلمين، عشان زوجك اللي جاي من الشغل برضو يلاقي لقمه كويسه، يلاقي ابتسامه حلوه، يلاقي كل ده. فان شاء الله في ميزان حسناتك ما تنسيش كل ما تكنسي وتنظفي، ان انت عشان عايزاهم يقعدوا في جو هادي وجميل ونظيف. وهي في نيتها عايزه تسعد زوجها واولادها وابتغاء وجه الله، مش زي اللي بتطبخ كده وخلاص، لا طبعا يا احبابي. خلي بالنا ما نضيعش الاجر، ما نضيعش الاجر. وكل واحده بتقول انت اخرك تطبخي او انت ربة منزل، اوعك تزعلي من الكلام، لا ده طبعا يعني حاجه تتفخري بيها، حاجه بتاخد اجر عليها، مش زي اي واحده كده وخلاص. فنخلي بالنا طبعا، احنا كنا بنتكلم في قيم الليل ودخلنا في تعدد النوايا، فلعل يعني الموضوع ايه يفيد الكل باذن الله. فما تكسلوش يا احبابي، تعالي قبل ما تنامي اوعك تكسلي، انا عارفه ان انت تعبانه، معلش معلش معلش، ادخلي اتوضي في دقيقتين كده ويحتسب الاجر لله عز وجل، وافردي سجادتك كده وصلي استغفري شويه، يعني كله مش هياخد منك ربع ساعه تلت ساعه باذن الله، ركعتين خفاف خالص بقصار الصور لو انت مش قادره خالص، بس ما تضيعيش الفضل العظيم ده. وان شاء الله تكون من الناس اللي ربنا بيستجيب لدعائهم، ما عندكيش دعوه معينه تدعيها، يعني يبقى ابتغاء وجه الله، قرب من الله، عشان ربنا يرفع بها درجه، ان شاء الله يرفعك بها درجه باذن الله. فما تكسلوش يا احباب، ما تكسلوش. واي حد بقى عارفينه وبتحبه ونفسكم فعلا يكون عنده حسنات كتير، انصحوه عشان يصلي قيام الليل وتاخده بايده للجنة، والدال على الخير كفاعله. لايك فضلا عشان الفيديو يوصل لناس كتير، وكل حد يكون هيكسل ويفتكر زينب بنت جحش بسبب ان انت عرفته على الفيديو ده، ان شاء الله هيكون ليك اجر. اي موضوعات عايزين تكتبوها لي او محتاجين ان انا اتكلم فيها اكتبوا لي في الكومنتات، برد على الكل باذن الله تعالى. واعذروني ان انا بتاخر في نزول الفيديوهات، وانتم شايفين بنتي حتى في الفيديو بتدخل عليا ومش عارفه ان انا اعمل الفيديو كويس، فسامحوني لو في صوت ليها او اي شيء، اعذروني على اي تقصير مني، وادعوا لي بالتيسير وادعوا لمامتي بالشفاء، وجزاكم الله خيرا. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله. نقطة مهمة يا احبابي نسيت اقولها هنا، فبعد ما خلصت الفيديو فقلت اقولها لكم، ان هي محلها القلب، عشان في ناس مفكرة ان النية بننطقها باللسان، وفي ناس ما شاء الله يعني عارفين طبعا، فالنية محلها القلب، انت بتنوي بقلبك مش بتتلفظي باللسان. الناس اللي بتتلفظ النية باللسان يعني بتقولها بتنطقها باللسان، دي بدعة يا احبابي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنية محلها القلب، وعددوا النوايا زي ما قلت لكم، وان شاء الله بكل نية اجر، والله يضاعف لمن يشاء.